طمنيني اخبار البنات ايه؟ ليا ابني ليكن هلا احنا نعمل اسمي يتحضروا لي اني انا حضرتهم انه العشاء مع صاحب المهل الشركاء. وبعدين ايه مالك خيفي؟ شو انا اول مره بعمل سهره من هذا النوع؟ بكل الاحوال انا رششت شويه بنات ببيناتهم، هلا رح يتصرفوا. برافو. النهارده في فلوس كثير. قري بقى. لا اليوم اول يوم ما تنسى. بالحق انا لميت الامانه من شاطر. فكرينا خدهم وانا ماشي مع الرجاله. حطيتهم في المخبأ زي ما قلت لك. طيب. تلمستك. احبك يا هند. يلا بينا على السهره. ليه يا حبيبتي؟ أكلك كشري؟ طبعاً بمزح بمزح معي. قولي لي بجيب لك شيء؟ ما أكل شيء، ماما عطتني شرطة أدوية. بس أخذت وحاسة حالي مش قادرة أوقف أشتري. طيب ليكي شو رح يصير؟ رح ننزل أنا وريمنا تحت نشوف شو قصة السهرة ونرجع بكره. بس متأخر وماني. ما رح نتأخر. يعني شو مرتاح. أولا يا فندم أنا آسف جدا علشان جيت لحضرتك بدون تحديد ميعاد سابق، بس يا فندم الأمر على درجة عالية جدا من السرية علشان كده جيت لسعادتك بنفسي. بقى امي حسينا حاجتك ملزقه بهالتخت. بعرف انا مرتاحه لهالعشاء. طيب ليكي نزلتي انت لتحت وشفتي مين فيه؟ لا انت مش طبيعيه. لا ما نزلت شفت مين في تحت، بس هند قالت لي انه في صاحب المعمل ومرته وشركاء ونسوانه واصحابه بادي كارتي، لأنه هدول العالم ما بيمشوا إلا مع بادي كارتي. أصحابي منين؟ ريم شو بكي؟ شو قصتك متشائمة هيك؟ أنا كمان كنت خيفانة، بس أول ما وصلنا لهون عن جد غيرت نفسيتي. إذا عن جد هيدا النعيم اللي بدنا نعيش فيه، يعني بيكون الله فتح بوجنا. هلأ بشرفك طلعي حواليك شوي. هيدي عيشة، وعيشتي مع خيي ومرته الشريرة عيشة. معك حق، لهلأ الظروف تمام، ما حدا بيغنيك عن أرضك وناسك، ولا حدا بيغنيك عن ذكرياتك. أنت عم تحكي هيك لأنه عندك بيت وعائلة وحبيب. إيه أنا حبيبتي ما عندي شي. يلا قومي يلا قومي خلينا نشوف معي. الفيلا فندم مأجرينها أسبوع كامل، والفيلا دي أصلاً للإيجار القصير. صاحب الفيلا فندم واحد مش مقيم في مصر،
ودايما بيأجرها للسواح العرب والأجانب اللي بيبقوا وافدين لمصر مدد قصيرة. والمرة دي بالذات يا فندم أجرها راجل مصري اسمه مدحت سري. ممكن الاسم ده ما يكونش اسمه. بس يا فندم لحد اللحظة دي احنا الراجل ده ما نعرفلوش أي أثر. لأن الراجل ده بالنسبة لنا شبح، ملوش أي وجود. أنت متأكد إن الهدف بتاعك هناك؟ أه طبعًا يا فندم. لأن يا فندم الهدف من ساعة ما دخل الفيلا بالعربية هو ما خرجش. واحنا مراقبين جميع مداخل ومخارج الفيلا بشكل كويس جدا. يعني من الوضع كده ان هيبقى في سهره كبيره جدا في الفيلا النهارده. وتحرياتنا السريعه يا فندم بتقول ان في مجموعه كبيره جدا من البنات وصلوا للفيلا امبارح. والمجموعه دي نزلوا بشنطهم وحاجات تانيه كتير. البنات دي يا فندم وصلوا لحد باب الفيلا بالباص ونزلوا كلهم دفعه واحده. ودلوقتي يا فندم المعازيم كلهم جوه الفيلا. وزي ما وضحت لسعادتك من شويه إن إحنا كنا مراقبين الهدف ومتتبعينه هو بنفسه اللي وصلنا للفيلا دي. وعلى العموم إحنا محاصرينهم كويس جدا وما لهمش أي منفذ للهروب. وثقت مع مباحث الآداب؟ أه طبعا بالتأكيد يا فندم. أديك إذن اللعب. صعب. شو بدهم يكونوا؟ ناس صاحب المعنى لأصحابي. أنا شو ننزل هاي بيكون مترين. أهلاً 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 أهلاً. مين خير الله؟ وأنا سر. يلا بدي استأذن منك تفضلوا سبايا يلا ثانك يو يا اهلا يا اهلا ايه النور ده نورت في حفله يا حبايب شوف 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 10 على 10 ايه ده انتوا مش ما شربتوش حاجه ليه تشربوا ايه شاي هاتلي شاي شاي بدي اسالك سؤال ستينة استاذ صاحب المعمل مين بيكون موجود هون طبعا ولو اكيد موجود ما هو صاحب العزيمه بس ليكو هو برا عم يعمل تلف
Thank you.